بتعمل ايه لو دخلت على طفلك في يوم من الايام وشفته بيرسم رسمة لشخص مش باين عليه ان هو من عالم الانس؟ ولما تركز في الرسمة شوية تاخد بالك ان من الصعب جدا ان طفل زي ده يرسم رسمة زي دي. وبعد كده تكتشف الصدمة الكبيرة، وهي ان طفلك بيشوف الحاجات دي كل يوم. قصة النهاردة بدايتها في سنة 2016، والقصة بتتكلم عن راجل اسمه أدريان ومراته اللي اسمها إيميلي، وكان عندهم طفل اسمه جاك وكان عنده 7 سنين، وهو ده طفلهم الوحيد. وكان معروف جدا عنه ان هو بيحب الرسم جدا، لدرجة ان ابوه كان جايب له كل معدات الرسم. وفي يوم من الايام أدريان دخل على جاك الأوضة وفضل يلعب فيه شوية، وعين أدريان في الوقت ده جت على الرسمة اللي ابنه كان رسم، وكان شكلها مرعب جدا، ده غير ان هي اساسا كانت ملفتة للنظر. والمرعب في الرسمة دي ان هي كانت لشياطين واقفين جنب مقابر وماسكين جمجمة انسان ميت. وفي الوقت ده أدريان اتصدم جدا من الرسمة، وراح مسكها واخد باله ان جاك ابنه رسم نفسه جنب المقابر هو كمان. وفي الوقت ده سأل جاك ابنه: انت اللي راسم الرسمة دي ولا حد تاني؟ وجاك رد عليه في الوقت ده وقال له: انا اللي رسمتها. وأدريان كان متأكد 1000000% ان دي مش رسمة طفل بريء، وبالاخص ان الرسمة دي مرسومة باحتراف شديد. وبعد كده طلب من جاك ابنه ان هو يرسم نفس الرسمة قدامه، لكن رد جاك في الوقت ده كان مرعب وصادم، لان هو في الوقت ده قال لابوه بكل بساطة ان مش هعرف ارسم الرسمة دي غير بالليل. ولما ابوه سأله: اشمعنى مش هتعرف ترسمها غير بالليل يا ابني؟ قال له: في الوقت ده عشان اصحابي كلهم بيجوا كل يوم بالليل وهم اللي بيساعدوني في رسمها. أدريان في الوقت ده كان مصدوم جدا جدا من اللي هو سمعه، لان هو عارف ان جاك ابنه مش مصاحب حد اساسا. ولما أدريان سأله: هم اصحابك دول بيجوا ازاي؟ جاك في الوقت ده رد عليه وقال له ان هم بيظهروا مرة واحدة، وبعض الاحيان هم اللي بيصحوني من النوم. وبعدها أدريان راح على مراته ايميلي وسألها اذا كان في حد من الجيران بيجي بالليل يلعب مع جاك ولا لا. وايميلي ردت عليه وقالت له ان مفيش حد من اولاد الجيران مصاحب جاك اساسا. وفي الوقت ده أدريان حكى لها على كل حاجة، وقال لها ان هي لازم تتابع جاك ابنهم كويس جدا اليومين الجايين. وبعد فترة مش كبيرة من الموضوع ده، الرسومات المرعبة اللي جاك كان بيرسمها بدأت تزيد بطريقة مرعبة، وكأنها عايزة توصل للأب والأم رسالة معينة. ده غير ان تصرفات جاك ابنهم اساسا كانت بدأت تتغير، لدرجة ان ابوه وامه ما كانوش عارفين اي تفسير للي بيحصل ده، وكانت دايما ام جاك تقول جوزها ان ممكن ده يكون عادي وان هو بيرسم الحاجات دي بالصدفة، وكمان ممكن يكون كل الحاجات اللي هو بيقول ان هو بيشوفها بالليل دي تهيؤات. لكن أدريان في الوقت ده ما كانش مقتنع بالكلام ده اطلاقا، وكان متأكد 1000000% ان جاك ابنه فعلا بيشوف حاجة هم ما بيشوفوهاش، لكن الاكيد ان هو مش قادر يشرحها بالظبط. لحد اما قرر ان هو ياخد جاك والرسومات اللي هو رسمها ويروح لقصيص في الكنيسة عشان يشوف لهم حل في الموضوع ده ويعرفوا ايه الحكاية. وفعلا اخد جاك وطلع على القصيص، لكن القصيص شاف هو كمان الموضوع عادي جدا وما عطاش اي اهتمام للموضوع، وقال للأدريان في الوقت ده ان دي رسومات اطفال عادية، وان هو ممكن يكون رسم الحاجات دي بسبب ان هو شافها في افلام رعب. لكن جاك في الوقت ده كان عارف ان ابنه اساسا ما بيتفرجش على افلام، لحد اما قرر أدريان في النهاية ان هو هيروح لواحد من اللي ليهم في السحر والشعوذة. وفعلا عمل كده وراح لواحد هو كان بيسمع عنه، وقرر ان هو يجيبه معاه البيت بنفسه عشان يشوف الرسومات ويشوف ايه الحكاية. لكنه اتصدم صدمة كبيرة في الوقت ده اول ما الراجل ده دخل البيت وكشف عليه، لان الراجل او الدجال ده قال له انكم لازم تسيبوا البيت في اسرع وقت، واما جاك ابنكم ده هيموت. وأدريان في الوقت ده ما كانش مستوعب الكلام اللي الراجل ده بيقوله، وسأله عن السبب، ورد الساحر ده وقال له ان بيتكم ده كان مهجور لفترة طويلة جدا قبل ما تفكروا تسكنوا فيه، وطول الفترة دي كلها كان في مجموعة كبيرة جدا من الجن سكنوا فيه، وصاحب البيت الاساسي كان عارف الكلام ده، عشان كده ما فكرش ان هو يسكن فيه، وقرر ان هو يبيعه ويشتري بيت تاني. وللأسف الشديد باعهولك انت، وانت لما شفت السعر قليل ما صدقت والموضوع
عجبك واشتريت البيت على طول. وعشان كده الرجل ده قرر ان هو قبل ما يبيعه ان هو هيجدده كله عشان ما يبانش عليه اي حاجة اطلاقا. وقال له كمان ان الجن والارواح اللي ساكنه فيه مستحيل تسيبه، لان في حاجة بتربطهم ربطة قوية جدا بالبيت ده، والحاجة اللي بتربطهم بالبيت ده لحد دلوقتي مش مفهومة وانا مش قادر اعرفها، وحتى لو حاولت اعرفها انا ممكن اتأذى. وادريان في الوقت ده كان مصدوم جدا ومش عارف هيتصرف ازاي في المصيبة دي، وفي نفس الوقت ما كانش مقتنع شوية بالكلام اللي السحر ده قاله له. فعشان كده ادريان قرر ان هو يروح يسأل جيرانه كلهم على البيت، ولما راح سألهم كلهم اذا كان البيت ده فعلا كان مهجور قبل كده ولا لا، واذا كان حد بيشوف فيه حاجات زمان بتحصل، اتفاجئ بان هم كلهم بيقولوا له نفس الكلام اللي الساحر ده بيقوله. وقالوا له كمان ان هو قبل ما يتجدد ويفكروا يسكنوا فيه كانوا بيسمعوا اصوات صريخ عالية جدا جاية منه، وكأن كان في حد بيتعذب جوه. وكمان كانوا بيقولوا ان هم دايما كانوا بيشوفوا مجموعة اشخاص واقفة على سطح البيت ده من بعيد، لكن دايما ملامحهم ما بتكونش باينة. وادريان بعد ما سمع الكلام ده كله قرر على طول ومن دون تفكير ان هو هيبيع البيت ده باي سعر ويشتري بيت تاني، وفعلا عمل كده. ومن بعدها وجاك ابنه ما عادش بيشوف اي حاجة، وكمان رسوماته كلها عادت رسومات اطفال بريئة. قلنا لو انت مكان ابو جاك كنت هتتصرف ازاي في المصيبة دي، وهل كنت ممكن تفضل في البيت ده ولا لا؟ ما تنساش تسيب لنا رأيك في التعليقات، وكمان ما تنساش تشترك في القناة عشان هتشوف هنا عالم كبير جدا من القصص الغريبة والمرعبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.